الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك انتي. أنا ما كنتش أعرف إن نعيم جاي ورايا اسكندرية. ما سألتكيش. بس أنا كان لازم أوضح لك. حاجة ما تخصنيش. لا تخصك. عشان أنت شفته في باركينج الأوتيل ورجعت وراه عشان تتأكد إن هو جاي لنا وفضلت واقف من بعيد بتراقبنا. وديني اتأكدت إنه كان جايلك فعلا. زي ما رانيا كانت جايلك. يعني واحدة بواحدة. لا، نعيم كان جاي بيتحجج بالشغل اللي بينا. شفتي؟ اديكي بتقولي بيتحجج. شفت انت؟ نرفستك دي معناها انك لسه بتغير عليا. بقولك ايه، سيبيني لوحدي دلوقتي. مش عيب على فكرة، عشان انا كمان بغير عليك يا عيسى، وده معناه ان احنا لسه بنحب بعض. بقولك ايه، كفاية اول حد كده. نعيم قالها لي بصراحة، قال لي انا بتلكك بالشغل اللي بينا وجاي اشوفك عشان انتي وحشتيني، ده كمان طلب مني الجواز. مبروك. تحب اشهد على عقدكم؟ انت السبب على فكرة. نعيم ما تماش يتجوزني غير لما شافك بعيد عني ومهتم برانيا. انت اللي طمعتي فيكي يا هانم لما رحت شاركتيه لوحدك. هو الوحيد اللي اقتنع اني ممكن اكون بزنس وومن. فهمك كده عشان يستفيد منك، وهو هيتجوزك وياخد كل اللي معاكي. مستعدة ما اتجوزوش. لو قلت لي انك لسه بتحبني وعايزني عايزه. بطلي تلعبي معايا اللعبه دي. بطل انت بقى يا اخي تعمل نفسك ما بتفكرش فيا. كفايه يا اخي، انت ايه؟ انت بتحبني وبتغير عليا اكتر من الاول، وما كنتش عايز تسيبني لوحدي مع نعيم في اسكندريه. اهو عندك اشبعي بيه. مالكيش دعوه بيا. انا جاي اقعد معاكي شويه. والشغل؟ لا، هما مش طايقيني في الشغل بصراحة، ولا أنا كمان طايقاهم. غريب، عيسى كمان بقاله كام يوم ما بيروحش الشغل. مش واخدة بالي. على ماما برضو. قصدك إيه؟ قصدي إن أنت مش جاية عشان تقعدي معايا، أنت جاية عشان تبقي جنب عيسى اللي مش عارفة تطوليه في الشركة، صح؟ لا يا ماما مش صح، عشان انا ما بجريش ورا عيسى، ولو عايزني هو اللي هيجيلي، ده لو لحقني اصلا. يعني ايه بقى لو لحقك؟ بصي من الاخر كده، انا جايلي عريس وقريب قوي هيجي يطلب مني. وده مين ده بقى ان شاء الله؟ نعيم دنجل. مش ده اللي ايوه هو كان في السجن بتهمه قتل مدير مكتبه. سبتي عايزة تتجوزي راجل سوابق؟ طلع براءة يا ماما، زي ما عيسى طلع براءة من تهمة قتل ياسر. طب ما انت كويس اهو، ممكن افهم بقى ما بتجيش الشركة ليه؟ مشغول بشوية حاجات. القضية؟ يعني ما انا قلت لك اساعدك وانت اللي رفضت. شكرا. انا عايز افهم، هو انت فاكر يعني ان هو ده الحل؟ تفضل تهرب مني في الشركه وكمان هنا؟ بقول لك ايه؟ ريحي نفسك، لان مفيش اي حاجه هتتغير حتى لو فضلتي قاعده عند مامتك 100 سنه. اتفضلي. ميرسي. بعد ما فاجئتك بحجم الشغل في الموقع، هتكافئني بإيه؟ يعني نقول مثلا ما عنديش مانع نتعشى سوا الأسبوع ده. مش لازم عشاء، كفاية عندي أشرب كوباية شاي مع الحاجة. حاجة مين؟ حاجة مامتك. أمال أنا هطلب إيدك منين يعني؟ أنت مش ملاحظ إن أنت مستعجل قوي؟ بالعكس، ده أنا حاسس إن أنا متأخر عن البلان اللي أنا عامله. بلان؟ أنت كمان راسم بلان؟ طبعًا. احنا لازم مشروع جوازنا يمشي بالتوازي مع المشروع اللي ناقصه. ازاي بقى؟ اسمعي يا ستي،
يعني نقلب فتحة مع صبة أول دور والشبكة وإحنا طالعين الدور التاني، وكاتب الكتاب مع الدور التالي، والدخلة بقى مع الدور الرابع. طب والسطح؟ لا ده بقى لما أسمع منك أحلى خبر في الدنيا وتقولي إنك حامل، وساعتها نسلم المشروع يوم ما تولدي. دي هتبقى أسرع جوازة أنا شفتها في حياتي. أنا كده لما بحب بطلع الرابع. طب ما تخلينا في الأولاني دلوقتي. يعني إيه؟ هخلي ماما تستناك الخميس الجاي. عيسى في ايه؟ صدق ان قلبي حاسس ان انا اشوفك. ليه؟ طمعان في الشوكولاته دي ولا ايه؟ هي ما تغلاش عليك، بس بيني وبينك دي اول زياره للحاجه فاطمه، مش معقول يعني اخش عليها بايدي فاضيه. وانت ايه اللي جايبك للحاجه فاطمه؟ مع انها مساله عائليه بس هقول لك. عقبالك كده جاي اطلب ايد ساره. وساره عارفه ده؟ طبعا. ده هي اللي محدده الميعاد بنفسها. عاوزك بس تدعي لي من قلبك الموضوع يمشي على خير، وانت هتبقى اول معزومين طبعا. يلا سيبك انا بقى عشان ما اتاخرش عليهم. ها خلي بالك من نفسك. لو سمحتي سيبينا لوحدنا شوية. والله يا فندم أنا مبسوط جدا إن أنا شفتك النهاردة. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. هي سارة ما قالتلكيش أنا جاي ليه ولا إيه؟ حقيقة لا. طيب أنا جاي عشان أطلب إيد سارة. وهي موافقة؟ طبعا حسن تربيتها ما قالتليش اه ولا لا. طبعا قرار قرارك يا فندم يعني. بس لو حتى انا وافقت هي مش هتوافق. ايه الكلام ده يا ست فاطمة؟ سارة بنتي وانا عارفاها. هي طول عمرها بتحب عيسى وهتفضل تحبه. حتى لما اتجوزت ياسر كانت برضه بتحب عيسى. وهي اللي قالتلك الكلام ده؟ مش محتاجة تقول. لعلمك بقى سارة اشتغلت معاك بالعين ده فايزة، وطلبت منك انك تيجي تتقدم لها النهاردة برضو بالعين ده فايزة. ست فاطمة شكلك كده ما تعرفيش انا مين. لا 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 ازاي بقى، انا عارفاك كويس قوي. عارفة انك راجل غني قوي وليك مركزك في السوق، واي بنت تتمنى انها تتجوزك. بس أنا الحقيقة مش هقدر أوافق على جوازك من سارة، وأنا عارفة ومتأكدة إنك هتتعب معاها قوي. ده حتى لو قدرت إنك تتجوزها. يكون عيسى هو اللي قايلك تقولي الكلام ده ولا إيه؟ خالص. عيسى بيحاول ينسى سارة من ساعة ما اتجوزت ياسر. ولعلمك بقى هو لو كان لسه عايزها كان جه طلبها قبل منك، وهي ما كانتش هترفضه. وأنا كمان ما كنتش هرفض. ممكن افهم ما قعدتنيش معاكوا ليه؟ عشان اتكلم معاه براحتي. ماما اوعي تكوني طفشتيه. هو عندك روحي ساليه. يا حبيبتي انا بسالك انتي. انا قلت له اللي في قلبي، ما عرفتش اضحك عليه زيك. انا ضحكت على نعيم؟ ايوه. مش فهمتي انك ممكن تتجوزيه وخليتيه يجي لغايه هنا عشان عيسى يعرف انك ممكن تتجوزي حد غيره؟ فيسامحك
ويصالحك وتتجوز، مش كده؟ انا بجد مش مصدقاكي. هو انت قلتي كده لنعيم؟ فهمتي ان انا بسخن عيسى بيه؟ لا طبعا، بس حذرته انه يتجوز واحده لسه بتفكر في حبيبها الاولاني. لهوي علي، في ام في الدنيا تقول كده العريس جاي تقدم لبنتها؟ نعيم ده عمره ما هيبقى عريسك، وانت عارفه كده كويس. انت لو كنت ناويه تتجوزي ما كنتيش خليتيه يجي ويطلبك مني، كنت على طول بلغتيني بميعاد كاتب الكتاب. انت خلاص قلبك قوي، الفلوس كبرتك علينا. عارف. عايز ايه؟ نعيم كان عندكم بيعمل ايه؟ يعني ما تعرفش؟ قال انه جاي يطلب ايدك. صحيح. هتتجوزيه؟ ليه لا؟ هتتجوزي واحد ما بتحبهوش؟ زي ما انت بتفكر تتجوز رانيا وانت ما بتحبهاش. مالكيش دعوة بيا. يبقى انت كمان مالكش دعوة بيا. سارة، انت ما تعرفيش نعيم ده واطي قد ايه. قال لي انه هيتغير على ايدي. هتتعذبي معاه طول حياتك. يا سلام، عايز تفهمني انك لسه بتخاف عليا؟ انا حذرتك وانت حره في اللي انت عايزه تعمليه. مستعده ما اتجوزوش، بس تيجي تطلبني من ماما. كفايه كبر بقى، انا عارفه انك بتحبني وعايزني. كنت هتموت لما عرفت ان نعيم هياخدني منك.